هذا حتى هو من المواضيع اللي كنت باغي نهضر عليهم شحال هادي. اوكي اليوم القنوات ديال المقالب اولا الناس اللي كيديروا مقالب في ناس اخرين باش يطلعوا عليهم كونتنت وكذا. انا كنت فاهم صراحه بلي هذا المحتوى كيكون ممتع انك تشوفه وتبدل به الجو، وانا براسي كيعجبني ما نكذبش عليكم، خاصه اخونا هادي اللي عرفتو انا كيسالي معايا شحال من مره. ولكن شنو كيطرا فاش هذا المقلب كيزيد على الحد ديالو وكتولي بساله وحموضه وما كيبقاش داكشي كيضحك اصلا، وانما كيولي تعدي على الناس. وهادشي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا، واللي هو الجانب المقزز المحتوى ديال المقالب. وباش نحطكم شي شويه في الصوره، اليوم غادي نهضر على واحد اليوتيوبر امريكي ومن ابسل خلق الله. وشحال باسل اي بيبي هاي يو دوين وات يو دوين برو واتس اب واتس اب يو جود يو جود يو جود واتس اب مي وات ام دوين اي تشو غادي يبقى كيطير كيطير حتى في الاخر غادي يجيبها في راسه، وغادي يوصل لدرجه ان غيشد واحد خونا وغادي يتيري فيه بسلاح. او ماي جاد، سو الى كان عندك الفضول تعرف شنو طرا عليه في الاخر كمل معايا الفيديو هذا. ولكن قبل ما نبداو الخوت بغيت نخليكم مع السبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو هيت با. كنظن صافي كلشي عارف شكون هي هيت با، ودابا بلا ما نبقى نعاود نفس الهضره كل مره. ولكن بالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا بها انا نشرحها لكم باختصار. هيت با هو واحد الموقع ولا منصه اللي كتعاونك انت كصانع محتوى ولا اي شخص كيخدم في السوشيال ميديا اون جينيرال من انك تطور من العمل ديالك. بحال مثلا كاينين ادوات وديتوز اللي كيحسنوا من الجوده ديال التصاور، كاين اللي كيحيد لك العلامه المائيه من التصويره ولا الفيديو، وكاين اللي كيحيد لك حتى الخلفيه ديال التصاور. ولكن اليوم انا جاي نهضر على واحد الاداه اللي تقريبا بين اهم الادوات اللي عندها هيت با، واللي هي تحسين جوده الفيديوهات ديالك. كيف ما سمعتي والخدمه ديالها باينه غير مسميتها، واللي هي انه الا عندك شي فيديو الكاليتي ديالو عيانه كتقدر تحسن ليه الكاليتي ديالو. خاصك غير تدخل للرابط اللي غادي نخليه لك لتحت ودير انهانس ناو، ومن بعد غادي تحط الفيديو ديالك. انا غنختار هذا الفيديو هذا اللي لقيتو في الديب ويب حيت هذيك البلاصه فين غادي نلقى فيديوهات الكاليتي ديالهم واحد بي هيت با ورا غير داك. من بعد غادي تساين واحد شويه اي فوالا كيف ما كتشوف هذه قبل وبعد. من بعد كدير داونلود وكتخرج الفيديو ديالك. هادشي كامل فابور ونفس هادشي اللي شرحت ليك كيخدم حتى صحاب التليفونات، ضروري خاصك تجربو. بلا ما نزيد نطول عليك عزيزي المشاهد يلاه نبداو نشاهدو الفيديو ديالنا. اليوم غادي نهضرو على واحد القناه ديال المقالب اللي الهدف الوحيد ديالها واللي هي انها تمرضك في حياتك وما تخليكش فرحت. المشكلة انه حامض وباسل وكيهاجم الناس بلا سبب بلا والو، وفي الاخر كيقول لك لا راه غير مقلب هذا تهد الماك ما كيعجبكش الضحك. ريلي شوف الصاد، انا عارف راسي هزيت لك العصير ديالك وخويتو على راسك قدام صاحبتك، ولكن راه غير مقلب هذا ماك معقد صاحبي. انا عارف قتلت العائله ديالك كامله ولكن راه غير مقلب. What the fuck is good YouTube is your boy. Oh my god it's your mood man. واش الخوت معكم خوكم حتى انا بغيت نقلدو ما نعرفش what the fuck. Look man today's video as I could tell by the title I'm gonna be going up to random strangers random people and I'm gonna be trying to pick at their food. I'm gonna see if these people get mad. I don't know how these people gonna react. Excuse me. How you doing? Good. You got some spare change? You don't have no spare change? Like I don't really carry a lot of cash, just use cards. You don't have like no change? No, not today, sorry. Okay. See you. Is this your drink? Yes, yes, it is, it is. Okay, put it back, okay. Put it. Where are you going? You're not allowed to drink it. Put it back. It's a good drink though. I can't have your drink? No, of course not, it's mine. Did you ask? You want did it? You ask for my permission? Huh? What do you mean put it put back? Put it back. You want it? Are you mad or something? Are you crazy? I'm just thirsty. Put it back. لايك اي دون نو صراحه شنو كان كيتوقع ملي غادي يمشي ويدير هذا البلان هذا ما فهمتش، حيت قال ما عارف شنو غادي تكون الرياكشن ديالو، ولكن شنو زعما تيسحابك غادي يقولوا لك ماشي مشكل الكل بصحه وراحه نزيد نجيب لك شي حاجه اخرى. صويا دابا هذا هو البرانك. دابا تصور تكون جالس الصاد بينكم من راسك ترونكين مرتاح وكتشرب المشروب المفضل ديالك حتى بوم كيتسلط عليك شي واحد بحال هذا. ويليك تو بي اونست الرياكشن ديالي كانت غادي تكون اسوء بكثير من خونا هذا، خاصه في هذه الوقيته الاخيره الظروف اللي دوز منها لايك شيت. فغادي نشدو غادي نخرج فيه كاع داكشي اللي فيا عاد نقدر نرتاح. وحاجه اخرى كنرتاح فيها ولي هي معاك انت عزيزي المشاهد في هذه القناه هذه، ودير لايك ديك مازال ما درتيهاش. من اخبارك شحقاره درنا واحد السيرفر ديسكورد فين تقدر نتواصلوا مع بعضياتنا كاملين، الرابط تلقاه في الديسكريبشن. صون بعد ما ساليت الاشهار راسي دابا غادي نكمل الفيديو ديالي. الا جاتك الرياكشن ديال هاد خونا شويه قاصحه وبدا كيدفعوا وبدا كيغوت عليه، نبغي نقول لك بلي الناس الاخرين اللي غادي يبانوا في الفيديو عندهم رده فعل مختلفه كليا على هاد خونا هذا، وميبي كفس. وهاد اليوتيوبر غادي ياكل العصا حتى غيشبع، وانا دابا غادي نوريك كيفاش. يو يو واتس جود برو ديش يور فود يو يو اي نو لاي اي دي اي اول داي برو اي نو وات يو مين ها وات يو مين
I get a little bite. Nigga ain't doing that. I got my fork and stuff. Nigga ain't doing that, bro. Watch out. I can't get a bite. Hell nah, bro. Go do that shit with somebody else, bro. Watch out. Let me get a bite. Okay, watch out, fam. You good, watch out, fam. خونا طبق بعد الحرفي ديال مسح به الارض. صات عرفتي شنو طرا لك اليوتيوبر؟ شدوا واحد خونا مسح به الارض. كيفاش مسح به الارض؟ زعما ضربوه مزيان ياك؟ لا لا مسح به الارض. كون كانت غير في عقلك شي خلية سالية ما كتفكر، كون راك فهمتي بلي هاد الانواع ديال الناس ما معاهمش اللعب، وبحال والو يقدر يكون شي سلاح معاه ولا شي عصابة، اي دونت نو، ولكن راه غير من الشكل راه باين الانسان كي داير، وانت كتمشي وكتبغي تلعب معاه بحال هكا، خونا كيتحابلو غادي يعيش من هاد المرات، لا الصاط راه عندك غير بوتة وحدة صافي بركة، وحاجة أخرى اللي لاحظتها في هاد خونا هذا واللي هي ديما كيقول مانا خونا حمق، ولكن ما عارفش بلي راه هو اللي حمق هنايا، راه ما يمكنش تمشي عند شي واحد خاصة إلا كان بوحدو، وما عارفش مش ديمونز اللي جالس كيحارب وتجي ودير له الماكله ديالو بحال هكا. نو واي. فكرنا غير فواحد النوع ديال البنات كانوا بانوا مؤخرا، كانوا كيديروا برانكس في لاصال. وساطو لاصال بالنسبه للدراري راه واحد البلاصه صاحبي اللي فين ترتاحوا، وتيمشيو كيشوفوا شي واحد جالس ومقاتل مع الاوزان ديالو، والداخل كاينه حرب اللي حتى شي واحد ما عارفه وكيتحارب فيها غير بوحدو، وكتجي هي وكتقاتل دير ليه مقالب حامضين باش تطلع به كونتنت. والدري مسكين اللي كيتريني شنو هو النبو دابا؟ برو الا شفتي شي واحد داخل سوق راسو غير بعد منه. بلاد راه ماشي غير جا وقيس بوحدو، راه كاين سبب باش جا واختار وقال هاد النهار خصني نكس ترونكيل بوحديتي، وكتجي انت في الاخر وكتضرب ليه كلشي في الزيرو. يو نا هيل نو الصغار بحال اللي ما تعلمش من الدرس اللي قبل كاع. خونا فريق يسحب له عنده 8 درواح. وات يو نيد نو تشينج ات اون لوك لايك بوي. نا اي 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 نا نا اي دريك نا لايك ام جست هونجري سو اوكي يو غات نو فور مي. No, I can't help you, bro. Look like you got some, bro. Let me get some. Can't help you. You can't help me either. صراحه انا كان كيخصو يحبس يو صافي غادي يقول له لا، يقول له اوكي صافي ماشي مشكل، اسمح لي حيت ضيعت لك وقتك واسمح لي حيت انا حمار. ولكن هذا الشاب اللطيف قال لا 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 حنا ما كنديروش هادشي، خاصو حتى يضرب ما عاد غادي نهدى. اي فوالا هادشي اللي طرا وشدو سلخو. العالم هذا ويجي في الاخر يقول لك صافي مقلب اصاحبي ما كتقبلش الضحك، وخاصك تقبلها بالسيف عليك وتسرطها ولا غادي تبان خايب قدام الكاميرا. Good YouTube is your boy. Oh my god it's you. عرفتي واحد العذاب بالصدفة من كاس كان اناليزي في هاد الفيديو خونا باش ندير عليه الفيديو راه مايمكنش، حيتاش هادشي غير اللي مدوز، اما راه كاين شي وحدين ما مدوزوهمش راه مكفس. ما قدرتش نعلق عليهم وصافي. I'ma go crazy, I'ma mess with more people, I'ma mess with more couples. And you feel me? Somebody going up or coming down. You feel me? Hey baby, how you doing? What you doing, bro? Watch out, watch out. Yo, شوف غير من النزلة ديال الدري هذا صافي، صافي you are already dead. You good, watch out. Me what I'm doing. من احقر البرانكات اللي شفتها الساط واللي هو هذا. كيفاش اصلا جاتك الفكره انك تمشي شي بنت ديال شي واحد اخر وتقيسها قدامه؟ ولا شنو تتوقع؟ واش كتقلب على البوت ولا ما فهمتش؟ في امريكان راه ما كيلعبوش الساط، راه ماشي غادي يخنزر فيك ويدوز ولا شي حاجه، لا راه غادي يخرج اي حاجه هازه بتحشو ويضربك بها عادي. كنت قلت لكم في البدو ديال الفيديو بلي كاين واحد اليوتيوبر اللي دار واحد البرانك اللي خلى واحد خونا يطلق عليه بالسلاح. ويل انا ما كنديرش كليك بيت صوره، ما كنتش كنكذب عليك، ولكن ماشي هاد خونا هذا، كاين واحد خونا اخر واخا راه حتى هذا اللي هضرت عليه في الفيديو راه تيبان لي غادي في نفس الطريق هادي وغيشدو شي نهار شي واحد غادي تيري فيه. anyway اليوتيوبر اللي غادي نهضروا عليه دابا سميتو تانر كوك وين لاك صاحبي الاسميه، وعندو 21 عام واللي دابا راه كاين في السبيطار كيتعالج حيتاش تلقى قرطاسه في كرشو. وكيفاش طرا هادشي بالضبط؟
ويل راه باينه زعما. كان في واحد المول ودار واحد البرانك لواحد الدري، وقيلا الدري ما عجبوش البرانك بزاف وقرر انه يجبد الفردي ويتيري فيه. سو يا باينه ما عجبوش البرانك. ودابا المشكله انه هذا خونا هذا اللي مشى للطبيب قال انا فخور بهادشي اللي درت وفخور بالمسيره ديالي في البرانكات، وايف غادي نخرج من الطبيب غادي نكمل في هذا المجال هذا. جود لاك اخاي، ونتمنى تكون موجد شي وصيه لمولين داركم ولا شي حاجه، حيت ما غاديش تطول في هذه الحياه هذه. ولكن انت عزيزي المشاهد كتسناني نوريك الفيديو اللي فيه انت راه فيه خونا بسلاح. نبغي نقول لك غير سير تعس حيت ما كاين لا فيديو لا والو، الشهاده يوتيوب ماشي ديبو منيت كصاد. ولكن ما نعرف يقدروا الدراري يلقاو الفيديو ويلوحوا في سيرفر ديسكورد، اللي انا متاكد راك مازال ما دخلتيش ليه، سو سير تخليه دابا ولا غادي تندم في الاخر. anyway نتمنى تكون استمتعتي بالفيديو هذا، فيديو خفيف ظريف باش ما نقطعش عليكم بزاف وتصدقوا ناسيني. الى وصلتي حتى لهنا خلي واحد لايك وشارك في القناه، وايضا بارطاجي الفيديو مع شي صاحبك انا متاكد غادي يعجبو. كان معكم بلاك، نشوفو في فيديو جديد وبيس.